طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. سفير أمريكي سابق في اليمن يحذر من تدمير سقطرى. ميليشيا الحوثي توقف أحد وزرائها في ضواحي صنعاء وتعيده إلى منزله. صحيفة فرنسية: السعودية تدفع اليمنيين للعودة إلى بلدهم بعد أن أشعلت حربا فيها. ومن أخبارنا المنوعة: ترامب كتب تقريرا طبيا يصف فيه صحته بأنها ممتازة وبشكل مدهش. أهلا بكم. من المرات القليلة والنادرة التي تشارك فيها المرأة السقطرية بالاحتجاج، ما حدث أمس هو خروج النساء هناك، وعنوان موقع يمن مونيتور: تظاهرة نسائية في سقطرى تطالب باستعادة الدولة وتؤكد على هوية الجزيرة اليمنية. وقال الموقع: شهدت محافظة أرخبيل سقطرى مظاهرة نسائية مناهضة للتواجد العسكري الإماراتي ومؤكدة على هوية الجزيرة اليمنية، وتجولت التظاهرة في شوارع مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، ورفعت النساء صورا للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وعلم اليمن وسط ارتفاع الأصوات: بالروح بالدم نفديك يا يمن. وطالب بيان صادر عن المظاهرة باستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها داعيا البيان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له إلى البقاء في الجزيرة حتى رحيل القوات الإماراتية منها. بدوره تابع موقع عدن الغد ردود الأفعال حول ما تتعرض له جزيرة سقطرى، وعنوان الموقع: سفير أمريكي سابق في اليمن يحذر من تدمير سقطرى. حيث حذر السفير الأمريكي السابق في اليمن جيلارد فايرستين من أن يؤدي الصراع الدولي بسقطرى إلى تدميرها. وقال فايرستين إنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لوقف هذا الصراع، وأكد أن الدفع بقوات عسكرية إلى الجزيرة سيدمرها، وأضاف بالقول: نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة أولئك الذين سيدمرون هذا النظام البيئي الفريد والهش للمصالح التجارية أو الأمنية. ماذا يحدث في سقطرى؟ يتساءل الكاتب نبيل سبيع في مقال أعاد نشره بعد أن كان قد قدمه كورقة عمل سابقا في مؤتمر باريس حول اليمن، وقال في جزء منه: أكثر من ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي مكان آخر في العالم، وتوصف بالمكان الأكثر غرابة على كوكب الأرض. إنها سقطرى، الجزيرة اليمنية الواقعة في قلب المحيط الهندي على بعد حوالي 380 كيلومترا من البر اليمني، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من 6 جزر قبالة سواحل القرن الإفريقي. أهمية سقطرى الكبيرة تتمثل في كونها واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في العالم، غير أن السؤال الكبير الذي يواجه هذه المحمية الطبيعية النادرة اليوم هو: من سيحميها من الإمارات؟ كانت سقطرى من أوائل الجزر والمناطق اليمنية التي وصلت إليها القوات الإماراتية وبدأت فرض سيطرتها عليها بعد انطلاق عاصفة الحزم مطلع 2015. ومنذ مطلع 2016 بدأت معلومات تتسرب حول أعمال عبث ونهب تتعرض لها الجزيرة، وكانت الأصابع تشير على الدوام إلى الإمارات. المعلومات تحدثت عن عمليات نهب ونقل للنباتات والطيور والحيوانات النادرة على مستوى العالم، حيث يتم أخذها ونقلها إلى حدائق الإمارات. وقبل ذلك في مايو 2016 نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية صوراً لطيور سقطرية نادرة في جزر أبوظبي، ولم تتحرج الصحيفة الإماراتية الرسمية من القول إنها طيور سقطرية نادرة. ولم يقتصر الأمر على النباتات والطيور والحيوانات النادرة، بل وصل الأمر إلى ما تحويه شواطئ الجزيرة من كنوز حيوية نادرة، حيث تتهم الإمارات أيضاً بنهب الشعب المرجانية النادرة. بيئة سقطرى ليست بيئة دبي، إنها بيئة نادرة على مستوى العالم، ولذا فإن العبث بها وتدميرها يمثل عبثاً وتدميراً لواحدة من أندر البيئات والكائنات البحرية على كوكب الأرض. هذه ليست خسارة يمنية فقط، إنها خسارة عالمية.
لكن الإمارات كما يبدو لا تكترث بما ستتكبد سوق قطرة والعالم من ورائها من خسارات جراء تصرفاتها وممارساتها في الجزيرة، وهي كما يبدو عازمة على استنزاف سوق قطرة ونهب كل ما تطاله يدها من نوادر هذه الجزيرة حتى الأحجار. ميدانيا يعلق موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية حول مجريات المعركة في صعدة قوات الجيش تتقدم نحو مركز محافظة صعدة. وقال الموقع أن قوات الجيش تقدمت باتجاه مدينة صعدة بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهة اكتاف شرقية المحافظة معقل زعيم الجماعة. وقال قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي إن قوات اللواء شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف، حررت خلالها عددا من التباب الاستراتيجية والهامة. وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش إن قوات الجيش تقدم قوات الجيش بإسناد جوي مباشر من قوات التحالف العربي التي شاركت في العمليات وقصفت مواقع الميليشيا. وأكد القائد العسكري أن المعارك ما تزال على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها الميليشيا. فقدت ميليشيا الحوثي أحد قادتها وأرادت أن تحيي ذكراه بطريقة مختلفة وعنون موقع الصحوانات: الوفاء للصماد، فعاليات حوثية لاختطاف العشرات من أطفال حجة والزج بهم في الجبهات. كشفت مصادر محلية بمحافظة حجة عن قيام الميليشيات الحوثية الانقلابية باختطاف وتجنيد العشرات من الأطفال والشباب ونقلهم سرا إلى معسكرات التدريب التابعة للميليشيات في الساحل الغربي. وأضافت المصادر لصحوانت أن الميليشيات الحوثية ومن خلال تنظيم فعاليات في مراكز مديريات محافظة حجة تحت مسمى تقديم التعازي والوفاء للصماد نجحت في تجنيد العشرات من الشباب والأطفال. وأوضحت المصادر أن الميليشيات قامت باختطاف عدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في فعاليات الوفاء لصالح الصماد واقتادتهم بالقوة إلى معسكرات التدريب. الحروب الآن ليست تقليدية سواء بأسلحتها أو بأهدافها البعيدة، والسعي إلى تجنبها يحتاج إلى عقلانية وشعور بالمسؤولية الأخلاقية، لأن ضحايا حروب كهذه قد يصل عددهم إلى الملايين بين قتلى وجرحى ومشردين. هذا مقتطف من مقال كتبه خير منصور في الخليج مضيفا فيه: ما من شيء يشبه الحرب إلا الحرب ذاتها، حتى لو اختلفت أدواتها وأسلحتها وأساليبها. فهناك حروب دبلوماسية وأخرى ناعمة، إضافة إلى الحروب الاقتصادية سواء تجسدت في إفشال دول أو حصارها. ومجمل القرائن المتعلقة بالتوتر الذي تصاعد في الآونة الأخيرة في هذه المنطقة من العالم توشك أن تجزم بأن هناك حرباً وشيكة تسبقها رائحتها، وهي تهديدات متبادلة مشوبة بقليل من البارود، سواء كان من غارات جوية كانت متباعدة وأصبحت متعاقبة، أو ما يرشح من تصريحات عسكريين وجنرالات من مختلف الأطراف. وهناك حروب تقع وتضع أوزارها ويكون لها غنائمها أو هزائمها، لكنها لا ترى بالعين المجردة، وهذا ما أشار إليه عالم اجتماع فرنسي في مقال طريف كان عنوانه حرب الخليج التي لم تقع. والحرب الباردة على سبيل المثال وقعت وكان فيها منتصرون ومنهزمون، لكنها لم تحمل اسم الحرب الكونية الثالثة انسجاما مع تصنيف الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن الماضي. وعلى سبيل المثال أيضا فإن الحرب في سوريا استمرت منذ اندلاعها حتى الآن عددا من الأعوام يتجاوز أعوام الحربين العالميتين، لكن هناك من المتغيرات في عالمنا وفي المعجم السياسي الذي تزامن مع حقبة ما بعد الحادثة غيرت مفاهيم وأعادت النظر بما كان في التاريخ الكلاسيكي من بديهيات أو من القضايا المسلم بها. ما اسم السجن الكبير الذي يعيش فيه معظم اليمنيين وتقيد فيه حركاتهم؟ وفقا لموقع عدن تايم فإن تلك المدينة هي صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات. وعنوان الموقع: إيقاف وزير في نقطة أمنية في منطقة حزيز وإعادته إلى صنعاء. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية منعت بالقوة وزير الأشغال في حكومة صنعاء غالب مطلق من الخروج من العاصمة وإعادته من نقطة أمنية بعد منطقة حزيز جنوب المدينة. وتابع الموقع: الوزير الجنوبي مطلق
كان متجها لحضور عزاء خارج العاصمة صنعاء، إلا أنه تم منعه في أول نقطة بعد حزيز. وأكد الموقع أن الوزير في حكومة الميليشيات غير الشرعية عرف النقطة الأمنية بنفسه ونيته حضور عزاء في منطقة قريبة، إلا أن أفراد النقطة منعوه. وأضافت المصادر أن الوزير حاول التواصل بالداخلية ورئاسة الوزراء، لكن القيادي الحوثي الملقب بالكرار وجه أفراد النقطة بإعادة الوزير إلى منزله خوفا من خروجه من صنعاء وهروبه إلى عدن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموت ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين المواقع والصحف الفرنسية الصادرة اليوم. نطالع ما كتبه الصحفي لويس إمبرت من صحيفة لوموند الفرنسية، والذي علق: السعودية تدفع اللاجئين للعودة إلى اليمن في ظل ظروف الحرب. وتسرد الصحيفة الفرنسية التي ترجمت حصريا لقناة بلقيس قصص ضحايا، من بينهم صقر البالغ من العمر 20 سنة ولديه ذكريات قليلة عن طفولته في عدن، لكنه لا يعرف الميناء الكبير في جنوب اليمن إلا من خلال ألبومات صور عائلته. نشأ الشاب في حي قديم وسط الرياض، وليس لديه رغبة في رؤية بلاده في حالة حرب مرة أخرى. يقول الشاب: قرر والدي بالفعل أن أمي وأخواتي الست سيعودون إلى عدن على الرغم من انعدام الأمن. وفقد والد صقر عمله وهو لا يريد أن يذكر اسمه خوفا من لفت انتباه السلطات، وهو يعمل في تجارة الهواتف المحمولة، وأصبح ضحية لسياسة سعودة سوق العمالة التي تطبق في المملكة، فهو لا يستطيع دفع ضريبة جديدة على عائلات العمال الأجانب التي أنشئت في خريف 2017، الأمر الذي يتطلب منه دفع 45 يورو لكل طفل في الشهر. ويشعر بالقلق وفقا للصحيفة جميع الأجانب في المملكة، عمال من جنوب آسيا ونيبال وسريلانكا. ولكن هذه الضرائب لها تأثير أكثر خصوصية أو خاصة على اليمنيين الذين في الغالب يهاجرون إلى السعودية مع أسرهم. وقال محمد المتزوج من امرأة سعودية: أنا أحترم القانون، ولكن لماذا لا يعطوننا وضعا خاصا؟ إنها الحكومة السعودية التي بدأت هذه الحرب. المشهد من طهران. تحت هذا العنوان كتبت كاميليا انتخابي فارد مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد، وتضيف: يشعر الكثير من الإيرانيين بأن الطموحات الإقليمية للنظام وذراعه العسكرية الحرس الثوري الإيراني وضعت مواردهم المالية وكرامتهم بل وحتى أمنهم نفسه تحت الخطر، بل أنهم أصبحوا يشعرون بأن الاتفاق النووي شكل ذريعة لحرب النظام الإقليمية بالوكالة أكثر مما ساعد اقتصاد إيران المدمر. وفي الأسابيع الأخيرة عانى البلد من أزمة نقدية حادة، والتي شهدت قيمة الريال وهي تنهار في مقابل الدولار الأمريكي في تداع غير متوقع لانعدام ثقة السوق المحلي بالاتفاق النووي. يعتقد الإيرانيون بأن تركيز النظام على برنامج الصواريخ البالستية يدخل في باب الاستعراض أكثر من كونه تهديداً أصيلاً، بينما تتزايد الكلف السياسية والبشرية لسياسات النظام فيما تواصل الحرب السورية زخمها المميت. يظهر أن النظام فقد الثقة في مستقبله، وعلى الرغم من استثمار النظام الهائل في الدعاية التلفزيونية التي تهدف إلى تأمين تعاطف الجمهور مع نظام الأسد ومع حزب الله، فإن التأثير كان معاكساً وعلى نحو غير متوقع،
أخلى التعاطف مكانه لمشاعر الاستياء، وسواء كان ذلك عن صواب أو خطأ، يبدو أن الكثير من الإيرانيين أصبحوا يعتبرونهم كلهم إرهابيين بمن فيهم زعيم حزب الله حسن نصر الله، ويلقي الإيرانيون الآن بالمسؤولية على هؤلاء جميعاً في التسبب بعزلة بلدهم الدولية، ويشعرون بأنهم يغرقون في الفقر بسبب إنفاق موارد البلد في الخارج. أصبحت الجمهورية الإسلامية عالقة بين إحباطات مواطنيها الذين لم يعودوا يحتملون المصاعب والرقاب المتزايدة، وبين حلفائها الإقليميين الذين يمكن أن ينهار نظامها كاملاً من دونهم. ما هي جزيرة قطرة؟ يتساءل موقع شبكة البي بي سي البريطانية في تقرير خاص نشر تحت عنوان جزيرة دم الأخوين التي تتقرب الإمارات من ساكنيها. تقول شبكة سقطرى عبارة عن أرخبيل من أربع جزر رئيسية هي سمحة ودرسة وعبد الكوري وسقطرى، فضلا عن ثلاث جزر صغيرة ويقطنها نحو 60,000 نسمة. وعرفت جزيرة سقطرى منذ القدم كأحد المراكز الهامة لإنتاج المواد التي كانت تستخدم في طقوس ديانات العالم القديم مثل اللبان والبخور، وارتبطت قديما بمملكة حضرموت، وفي مرحلة الاستكشافات الجغرافية احتلها البرتغاليون ثم البريطانيون. وتقول شبكة البي بي سي الإمارات تعزز وجودها في الجزيرة من خلال بناء قاعدة عسكرية ومراكز اتصالات استخباراتي وإجراء تعداد للسكان، كما أنها تغازل سكان سقطرى بتوفير إمكانيات السفر جوا مجانا لهم لأبوظبي للحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل. في أخبارنا المنوعة والتي ما تزال متصدرة للمواقع الأخبارية منذ يومين، ما جاء في موقع عين العرب: ترامب كتب بنفسه تقريرا طبيا يصف فيه صحته بأنها ممتازة بشكل مدهش. وقال الطبيب السابق لدونالد ترامب إنه لم يكتب رسالة في عام 2015 يقول فيها إن صحة المرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك ممتازة بشكل مدهش. وقال الطبيب هاردويلد برونستين لقناة CNN التلفزيونية يوم الثلاثاء: لقد كتبت الرسالة كلها بإملاء كامل من ترامب، ولم يعلق البيت الأبيض بعد على ادعاء الطبيب. كما قال هاردويلد إن الحارس الخاص لترامب داهم مكتبه في فبراير 2017 وأخذ جميع السجلات الطبية لترامب. وأضاف هاردويلد أن الرسالة التي تشير إلى أن ترامب سيكون الشخص الأكثر صحة على الإطلاق والممكن انتخابه للرئاسة لم تكن تحوي تقييمه المهني. الأحداث خلال أسبوع كامل من خلال صور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.